خالد بيبو نجم كبير جدا ولاعب موهوب هداف ولاعب عنده المهاره والدريبلينج والمراوغه والسرعه كمان في الملعب. هل شفت لاعبين بالفعل انبهرت بيهم قعدت كده تتفرج وتقول ايه ده هيبقى لعيب كبير قوي، ده لو كمل وكان مهتم بكره القدم هيبقى واحد من النجوم الكبار الموهوبين في مصر؟ بص انا يعني انا عامه دلوقتي بنزل التمرين عادي بلبس التمرين، يعني لما بيبقى صعب جدا ان انا بتلاقيني لابس جينز ونازل التمرين، يعني مرات قليله. انا في اوقات رحت الملعب خلاص شفت ولاد 7 سنين، مش عايز اقول لك كميه الحماس والمهاره اللي موجوده في الدرجه اللي انا زعت بلعب معاهم على طول المباراه وبخش معاهم في جيب، فالولاد كمان ارتبطوا بيا قوي لما حسيت ان هو بقى عندي انا بس وهيبتدوا يبعدوا عن المدرب فابتديت ابعد عنهم. انت يعني عايز تعمل التوازن ده، عايز اعمل التوازن، انا عايز يبقى هو مع المدرب بتاعه وعايز يبقى شغله بتاعه ما يبقاش متاثر بيا انا بس يعني مجرد ان هم حسيت ان هم عندهم الامكانيه ان هم يبقى لعيب كويسه. انا بقول لك ان احنا ان شاء الله يعني في فتره قريبه هيبقى في مواهب كتيره جدا، لان احنا انا بكلمك احنا منتشرين في مصر كلها وعلى طول الكابتن محمود على طول بيقول لي يعني لازم نتحرك اكتر في خطه توسع وفروع اكتر للاكاديميه في الفتره الجايه. احنا عندنا يعني عندنا خطه توسع كبيره جدا وعندنا عروض كتيره جدا، احنا بنحاول ناخدها واحده واحده، مش عايزين برضو ان احنا نروح. طب يعني